نفس شكل الأنف، الخدود وحجم الشفاه، هكذا يصف كثيرون المرأة اللبنانية. يعتبر البعض أن تطور عمليات التجميل في لبنان دليل على تقدم في هذا المجال، فيما يرى البعض الآخر أنها صنعت نسخا متشابهة من النساء حتى بات التمييز بينهن صعبا. أما السؤال الأساسي اليوم هو عن المعايير أو المواصفات الجمالية التي تطلبها النساء اليوم، بمعنى آخر من هي المرأة التي يريد النساء اليوم التشبه بها؟ للإجابة على السؤال قصدنا عيادة الطبيب إسماعيل معتوق الذي ساعدنا برسم الصورة التي تسعى المرأة اللبنانية أن تصبحها. إجمالا الرتروسي اللي كتير صغير، اللي هو منه شرقي أبداً. أبداً. والتم. وعلى فكرة إذا بتلاحظ إذا بتعدي كم رتروسي معمول، لأنه بيبين إنه معمول وقديه بيطلع لابق للوجه، هو مش قصة المنخار حلو، المنخار هو كمنخار فيه يكون بجنن، ولكن للوجه منه حلو أبداً. تم. تم للأشخاص اللي قلت لك عنه، يعني في الأشخاص اللي شفاف كبار كتير، شفاف كتير كبار اللي كمان فيها ما تلبق أبدا مع الوجه. يعني في أسامي ناس بيكرروها، في أشخاص صراحة ما كنت بعرفهم اضطريت أتعرف عليهم، يعني على القليل فوت فتش مين هن لأنه بيسألوني عنهم، يعني أنه بدي أشبه فلانة وأنا مكون ما بعرفها، يعني بصير فوت لأشوف بس كيف شكلها. يعني وهي أكيد واقعة بالإكسي، يعني حتى زيادة لأنه الكاميرا وشغلها بيتطلب منها أنه تكون حاطة زيادة. وهنا لابد أن نسأل الرجال أيضا عن هذه الصورة وعن عمليات التجميل والشبه بين النساء، خصوصا وأن الشائع هو أن النساء يتجملن ليعجبن الرجال. يعني بعتقد النسوان بحبوا أكثر أنه يشبهوا بعض، الرجال ما بيحبوا أنه كلهم يشبهوا بعض. كل حالهم بيحبوا يبسطوا حالهم النسوان أكثر من الرجال. بيشبهوا بعض أكيد، خاصة اللبس والداك فيس والأشياء مثل بعض كلياتهم، بس كلهم صار نفس الشيب، نفس الوجه، نفس المخار، نفس الشفاف، يعني هدول كلهم اللي عم بيصيروا. عينة الأجوبة هذه تدل على عدم إعجاب الرجال بعمليات التجميل، وهذا يطرح سؤالا جديدا، من أين يأتي الضغط على النساء للقيام بهذه العمليات؟ المجتمع ضاغط، يعني المجتمع، شو يعني المجتمع؟ يعني نظرة الغير علينا. في مثلا مجتمعات نظرة الغير علينا بتدفشنا انه نصير فلاسفة او نصير كتاب او نصير حكمة او اوكي. بلبنان المظهر عنده قيمة كبيرة، وفي عدد العمليات اللي عم بتصير بالسنة، يعني تقريبا 1,500,000 عملية عم بتصير بالسنة. هيدا الشيء بدل انه مزبوط في شيء بلبنان غريب. نظرة المرأة على المرأة بلبنان عندها أهمية أكثر من كيف بتتصور المرأة انه الرجال رح يطلع فيها. رح بعطيك مثل بسيط على غير صعيد، اوكي. من العربيات عندنا بلبنان النمرة عندها أهمية أكثر من العربية. اللي عم بيسوق سيارته عنده 5 خمسات على نمرته ما عم بشوفهم هو، يعني ما عم يعني حلوين إذا شفتي 4 خمسات أو 5 خمسات حلوين للنظر، بس هو صاحب العربية ما عم بشوفهم. يعني شو عم بيعمل؟ يعني عم بحطهم على عين الثاني اللي عم بيسوق ورا اللي هو عم بشوفهم. يعني في شيء من الحسن ومن المظاهر اللي انه انا بدي اكون اجمل منك. إذن هذه الصورة او المعايير الجمالية للمرأة هي جزء من مجتمع استهلاكي يهمه نظرة الآخر اكثر من نظرته الى نفسه. وهنا ايضا قد يقول البعض ان هذا الامر ايجابي، وقد يرفضه البعض الآخر.